انت حكيت لي عن صايغ بدي اياه يساوي لي تاج بحياة عمره ما ساوى احلى واجمل منه. بشير اغا، بدي منك تعمل لي تاج يكون كتير حلو وغالي. امرك، بتحبي تعطيني تفاصيل عنه؟ طبعا، بدي اياه يكون من الزمرد وتطعم لي اياه بالالماس وزين اطرافه بحجر الياقوت ويكون كتير كبير وما في سلطانة لبست مثله ويكون عالي وحجاره تضوي. بدي الكل يحكوا فيه زي ما بدي اياه تماما.